يا بنتي يا حبيبتي اخذي اجازة، انت تعبانة الحين، انت في الشهر التاسع لازم ترتاحين، لا تسوين مثل ما سوت اختك والولادة تعبت. يمه ايش فيك؟ ترى عادي دكتورة قالت لي تحركي اسوي اللي تبينه. سلام على الحلوين. شنو الحلوين؟ عليكم السلام. هذا الحكي ما يمشيني، هذا الحكي في البيت. هاك تفضل. وش هذا عمتي؟ هذا توكيل. يا اخي عيست وانا اعطيك توكيلات، خلصني من الشغل هذا مرة واحدة. الله، توكيل عام؟ انتي تدري ايش معنى توكيل عام؟ ايه عشان يمديك تبوقنا. ايه يلا بسرعة بسرعة خلص وبوقنا، ترى بس نبيك تخلص اشغالنا يا معود. يلا ابد تم ازهلوها، انا ما راح اقدر اتعشى معكم اليوم، عندي عشاء عمل مع مسؤولي بوزارة الاعلام. يلا الله يقويك ان شاء الله، بس هاي معود بسرعة بسرعة خلص شغلك، اخاف مرتك باي لحظة تولد علينا وتوهقانا. بمله. يا زينك يا سلطان. سلطان؟ عفوا استاذ سلطان. خير امري. كنت عايزاك في موضوع. نعم. لا مش هينفع هنا، اذا سمحت يعني اذا ممكن اقابلك برا. مشاعر تعالي شوفي شوفي تبارك الرحمن، عيونه نفس عيون ابوه. عطني اياه عطني اياه عطني اياه شوف عطني اياه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا 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 بالجمال كله. هلا 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 حياتي. لا والله تعذبين الصج، يشبه عيونك صج. بس عذبحت الولد خلوه. والله عاد احنا كيفنا، احنا يداته ونسوي اللي نبي. خالتي ليش ما تروحين تزورين سعود؟ والله اني مشتاقه اشوفه. أنا أم مهما يكون. أكيد طبعاً يا مسعود، ما يخالف، الولد غلط يوم مشى في هذاك الطريق، بس ربنا غفور رحيم. وأي يوم تبين تروحين تزورينه أخذي السعيد. أقدر أخذ له صور علشان يشوفه أبوه؟ لا. ليش لا يما؟ لأنه ما يستاهل لا يشوفه ولا يشوف صورته. يا بنتي يا حبيبتي ما يصير الكلام هذا اللي تقولينه. لو تعرفين بس هو ايش سوى فيني. يعني بتاخر بالاجتماع اليوم؟ ايه يا حبيبتي بتاخر. تعشي انت ونامي. ماشي حبيبي، دير بالك على نفسك. زين حبيبي، مع السلامة. كاسر خاطري سلطان، كل الشغل فوق راسه. وهاي تعالي بس قعدي، حاطين اغنيتي اللي احبها حق احلام، عاد اليوم طربانة حدها. فديتها والله مفاهد. نعم أخت سوسن، هذا حنا اجتماعنا. خير؟ بس يا ليت بسرعة علشان عندي اجتماع ثاني. سلطان، سوري أستاذ سلطان، في عندي سر عايز أقولك عليه، أنت ما تعرفوش. دام إنه سر، ليش تبيني أعرفه؟ لا، بما إنك بقيت المدير الجديد دلوقتي لازم تعرف كل حاجة. خلاص، إذا تحبين، وش هو السر؟ السر إن أنا كنت زوجة بمبارك، أبو مها مراتك. مستحيل. وليه مستحيل؟ لأنك لو كنتي زوجة أبو مبارك بالفعل ما كان شريكتك عينتك معها في المكتب وسكرتيرتها بعد. الموضوع ده له قصة طويلة أوي. هاي قصة؟ أبو مبارك الله يرحمه تجوزني، وأنا بصراحة أهلي ناس على قدهم وظروفنا كانت صعبة، واضطريت أن أنا أتجوزه عشان أحسن وضع أهلي المادي، وده طبعاً كان في فرق سن بيني وبينه كبير وأكيد أنت شفت. واضح. وبعد ما اتجوزني طلقني لما أستاذة مشاعل عرفت، لأن هو خاف على كل حاجة، لأن كل حاجة باسم أم مبارك. زين وطلقك؟ وبعدها حصل له موضوع كبير وخسر كل اللي ما عنده ودخل السجن. إيه عارف القصة هذه، تجاوزيها. وأنا ما بقاش عندي أي مصدر دخل، وبقت حالتي أسوأ من الأول، واضطريت إن أنا أروح له السجن وأشرح له الظروف اللي أنا فيها. زين. ما كانش بإيده أي حاجة يعملها غير إن هو يوصي عليا. فأواخر أيامه كتب رسالة لمبارك، ولما توفى الله يرحمه أخذت الرسالة ورحت لها. الرسالة دي كانت بخط إيده، قلت يمكن يا
زين ما تستحين على وجهك؟ وعين قوية بعد؟ عقب كل اللي سويتيه يدني المكتب ويايبه معاك خطاب توصية بعد؟ تفضلي طلعي برا، شو الوقاحة هذه اللي عليك؟ أرجوك يا أستاذ تفضلي طلعي برا. الله يخليك، الجواب ده من مبارك، آخر حاجة كتبها في حياته قبل ما يموت، وكل كلمة فيه موجهة ليك. الله يخليك يا ري. بعد ما شفتها بأسبوع كلمتني وطلبت إن هي تشوفني ورحت لها ووظفتني. أكيد أثر فيها خطاب أبو مبارك. صح، الخطاب كان مؤثر جدا بدليل إن هي نسيت كل حاجة حصلت. عايز تشوف الخطاب؟ معاك؟ عندي صورة منه احتفظت بيها لأن هي عزيزة علي قوي، من كتر ما كان كلامه حلو احتفظت بصورة وما مسحتهاش. شفت التأثير اللي على وشك دلوقتي؟ كان أضعاف أضعافه على وش مبارك لما قرأت الرسالة وخلاها تنسى كل حاجة حصلت. زين، شو المطلوب مني الحين؟ سلطان بصراحة أنا من يوم ما تعينت في الشركة ما زادش مرتبي، وانت عارف إن أنا التزاماتي بقت كتير قوي أكتر من الأول، وانت دلوقتي ما شاء الله يعني الكل في الكل في الدار وتقدر إن انت تساعدني، وأنا عارفة إن انت مش هتأثر معي. طيب هذا موضوع عملي، ليش ما كلمتيني في المكتب؟ صعب يا سلطان، أستاذة مهما بتديش فرصة لحد من البنات إنه هو يقرب منك، وكمان أستاذة مشاعر وبالذات مني أنا. بصراحة أنا عندي إحساس إن هم حاسين إن في شعور مني تجاهك. إيش هالكلام يا سوسن؟ ده اللي حسيته منهم، عشان كده فضلت إن أنا أقابلك برا الشركة وقلت أكيد أنت هتساعدني ومش هون عليك. خلاص ابشري، ما يكون لخير إن شاء الله. في بعد شيء ثاني؟ لا سلامتك، كنت عارفة ان انت هتقف جنبي وتساعدني. بصراحة ما تخيلت انك انظلمتي لهالدرجة. صباح الخير يا أحلى زوجة في العالم. صباح النور. يلا أنا رايح مستعيل. ها إيش فيك مستعيل؟ تعال 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 قعد. أصلا روحتك المطبعة مثل عدمها. إيش قصدك يا فاتن؟ أنت عارف أمور الشغل من سيء لأسوأ. وأنا إيش بيدي؟ قاعد أحاول أسوي اللي أقدر عليه. دخل واقف يا راشد، مو بعرفين إيش نسوي. أنا ما قلت لك يبلك ناس عندهم خبرة ويساعدونك؟ وأنا ما قلت لك إن أنا جبت مدير وعطيتك كل الصلاحيات؟ مع هذه الأمور كلها قاعدة تدور. زين فكر بحل، الديون بدأت تراكم علينا والشغل واقف، ما أدري إيش فيهم الناس، ما تموا يطبعون عندنا من توفى أبوي الله يرحمه. ممكن أعرف ليش؟ والله أنا قاعد أحاول على قد ما أعرف وقد ما أقدر، بس بصراحة الأمور ما قاعدة تتعدل. للأسف حتى دار مشاعل صديقة أبوك بطلت تطبع عندنا. دار مشاعل، دار مشاعل صارت أحسن مطبعة بالديرة وبالخليج بعد. طبعاً هذه بركة الله وبركة سلطان. إحنا لو عندنا واحد مثل سلطان كان أمورنا غير. أقول راشد، أنت ليش ما تكلمه؟ دقيت عليه أكثر من مرة، يرد علي السكرتيرة وياخذ أرقامي وما يرجع يدق علي، وأنا بصراحة ما أقدر أذل نفسي أكثر من كذي. إنزين ما قلت لي مبروك على السيارة الجديدة؟ لأني بصراحة أشوف أنه ما لها داعي. مع السلامة.